أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: الحوثيون يحاكمون خصومهم في محكمة طالبوا قبل سنوات بإلغائها. من المصدر أونلاين: مسلحو الحوثي يقتلون مواطنا في إب طالبهم بالتوقف عن تفجير منزل. من القدس العربي: شركة بريطانية تعمل لإطلاق تاكس طائر تخفيفا للزحام. أهلا بكم. يموتون في معتقلات الميليشيا وبعد أعوام من إنكار وجودهم تفرج ميليشيا الحوثي عن جثثهم، ونطالع في عناوين موقع الحرف 28. منظمة حقوقية ترصد وفاة 121 مختطفا في سجون الحوثيين خلال 3 سنوات. قال الموقع إن منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان رصدت وفاة 121 مختطفا معظمهم في سجون الحوثيين خلال السنوات الثلاث الماضية جراء التعذيب الشديد الذي تعرضوا له. واستنكرت المنظمة ما يتعرض له المعتقلون والمخفيون قسرا في معتقلات جماعة الحوثي من ممارسات التعذيب الوحشية التي تصل أحيانا إلى حد الوفاة جراء التعذيب. ويقول الموقع: تعتقل جماعة الحوثي أعدادا كبيرة من المخطوفين ينتمون لمحافظات عديدة في سجون الدولة التي تسيطر عليها بمدينة ذمار، واستحدثت معتقلات أخرى في مبان عامة هناك أبرزها سجن الشونة في مدينة معبر، والسجن في كلية المجتمع، والسجن في مستوصف عيشان، وهي معتقلات سيئة السمعة ومصير من فيها مجهول نظرا لتعرضهم بشكل دائم للتعذيب الوحشي من قبل السجانين الحوثيين. صحيفة أخبار اليوم التي عادت للصدور من مارب بعد إحراق مطابعها في عدن أوردت العديد من العناوين في صفحتها الأولى، أهمها ما قاله الرئيس هادي في اجتماع مع قيادات في قطاع كهرباء عدن. أضحت الكهرباء إحدى الجبهات التي أخذت منا الوقت والجهد لنواجه العابثين. ونائب الرئيس يقول في موضوع آخر: المؤسسة العسكرية أمل اليمنيين في استعادة الدولة ودحر مشروع إيران التخريبي. وعنوان: خالد اليماني يكشف بنود المبادرة الأممية بخصوص الحديدة. وميدانيا: قوات المنطقة العسكرية الخامسة تقتحم رابعة مديرية بحجة. كان مما رفعه المتظاهرون حينما زمجر الشارع فيما عرف بالربيع العربي شعارات الحرية والعدالة والكرامة، أو ما يمكن أن نسميه بالثالوث المقدس. هكذا بدأ الكاتب المغربي حسن أوريد مقاله المنشور في القدس العربي تحت عنوان: حرية عدالة وكرامة، قائلا في أجزاء منه: حينما نفكر في مطالب الحرية أو العدالة نحتاج إلى أن نفكر فيها في القوالب الغربية. القوالب التراثية لا تفيد وقد تفضي إلى خلط، فالحرية في التراث العربي الإسلامي مفهوم حقوقي وليس سياسيا، أي أن يكون الشخص مالكا لذاته غير مملوك، في حين أن الحرية في القوالب الغربية ذات مفهوم فلسفي وسياسي، أي أن يكون الشخص أو الجماعة حرة في الفكر والاعتقاد والتصرف، وكذا الحرية في الامتناع عن شيء في مواجهة أي سلطة دينية أو سياسية وفق ضوابط القانون الناظم للمصلحة العامة وليس شيئا سواه. تذهب أغلب الاتجاهات الفكرية حاليا إلى تلازم الحرية والعدالة، أي أنه لا يمكن تحقيق حرية الأفراد والمجتمعات من دون عدالة، وإلا صارت الحرية شرعة غاب يفرض فيها القوي نظرته على الضعيف، ويلتهم الحوت الكبير الحوت الأصغر. وقد نحت العالم السياسي الأمريكي جون رالوس في كتابه المرجعي نظرية العدالة مفهوم العدالة التشاركية التي من دونها لن تتحقق الحرية بتمتيع فئات المجتمع جميعها بما يضمن حاجاتها الضرورية. إلا أن الذي يهمنا هنا هو رفع شعار الكرامة في سياق الربيع العربي واقترانه بمطلبي الحرية والعدالة. هل الكرامة تابعة لمطلبي الحرية أو العدالة أم سابقة؟ كيف يمكن الزعم بتحقيق العدالة والحرية مع عدم ضمان كرامة الإنسان أو تعريضه للامتهان؟
أليست إنسانية الإنسان سابقة على العدالة وعلى الحرية؟ بل هو الأس الذي يبنيان عليه. ننطلق من الواقع ونرى أن ما يستحث الأفراد والجماعات هو توقها للكرامة، بل استرخاص حيواتها من أجلها. بناء المنازل في اليمن ليست بالمهمة السهلة، لكن تدميرها وتحويلها إلى حطام جعلته ميليشيا الحوثي أهون الجرائم التي تمارسها. وعنون موقع المصدر أونلاين، الحوثيون يفجرون منزلا في إب عقب محاولتهم اختطاف شخصية اجتماعية. قال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن ميليشيا الحوثي حاولت اختطاف أحد الوجهاء في مديرية السبرة شرق محافظة إب يدعى صادق القاضي، وقتلت أحد أقاربه أثناء استفساره عن سبب قدومهم لاختطاف قريبه. وأوضح المصدر أن القتيل حاول معرفة أسباب تفجير المنزل وطالب بالتوقف عن ذلك، وأن أقارب القتيل القاضي في منطقة أملح بعزلة الأخلود بمديرية السبرة اشتبكوا مع الحوثيين وتوسعت الاشتباكات في القرية. وبحسب المصدر فقد قتل أحد مرافقي القاضي وستة من الحوثيين بينهم قيادي، وأصيب أربعة آخرين من مسلحي الحوثيين. قال الموقع تقدم ميليشيا الحوثي على تفجير منازل معارضيها، خصوصا من يرفضون تسليم أنفسهم أو يشتبكون معها. من قتل هارون؟ هكذا يتساءل عبد المؤمن ميسري في مقاله المنشور في موقع الصحوانت. لقد قتل هارون، قتل وهو لا يدري لماذا قتل، لأن منعه للغش في لجنة امتحانية في بلده ليس جريمة عقوبتها القتل، ولا خطيئة تستوجب هذا الإمعان القاسي في تشويه الحياة، ولأن منطقته منطقة مسالمة بعيدة عن ثقافة القتل، لكن منطق الواقع يقول إنه قتل وبدم بارد وبسبب لا يصدقه عقل، مسجلا بذلك حادثة قتل صادمة ضمن عشرات الحوادث المشابهة التي تقع هنا وهناك في المجتمع اليمني، والتي كان من ضمنها مقتل الفنان جلال السعيدي في الضالع لسبب يكاد لا يذكر. والصادم في الأمر أن مقتل السعيدي والتميمي كان في منطقتين يفترض أنهما ضمن المناطق المحررة والتي تقع مسؤولية ضبطها على سلطات الشرعية. مثل هذه الحوادث تضعنا أمام سؤال كبير: ما الذي طرأ في حياة الناس لينطلقوا في سفك الدم الحرام بهذه الجرأة العجيبة؟ أهي الحرب ونواتجها التعيسة؟ أم هو الوضع البائس الذي غير نفسيات الناس وسلوكياتهم؟ أم هو غياب أجهزة الضبط مما جعل الجناة يأمنون العقاب؟ أم هو ضعف الوازع الديني؟ أم هو كل ذلك؟ وكيفما كانت الإجابة، فإن مسؤولية الشرعية واقعة تحت هذه الوقائع، فهي التي تساهلت في تطبيع الحياة في المناطق المحررة وكرست فيها أجواء الحرب حتى يوم الناس هذا، وهي التي أوقفت مرتبات الموظفين مما أثر على الوضع المالي ككل، وهي التي تساهلت حد التغاضي في ترتيب الأمن والأمان في حياة الناس. لقد أصبح القتل ظاهرة تتكرر على مدى الأسبوع والشهر إن لم تكن شأناً يومياً ولأتفه الأسباب. وهنا ينبغي أن تقوم الشرعية بدور ضابط وحازم، وأن لا تترك الحبل على الغارب، فتلك دماء لا تجف. في تقرير خاص بالموقع بوست تحدث عن كيفية استخدام القضاء في تصفيات خصومات سياسية، وعنوان الموقع: القضاء في صنعاء، إعدامات وتصفيات سياسية بتهم ملفقة. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء تستمر بملاحقة خصومها السياسيين ومعارضيها وإيداعهم السجون والمعتقلات بدون تهم واضحة. وقال التقرير: تتطور أساليب الجماعة القمعية من التعذيب في السجون إلى الإخفاء القسري إلى المحاكمات وإصدار أحكام بالإعدام على بعض المتهمين بعد تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة. وفي تصريح للموقع بوست يقول المحامي عبد الرحمن برمان إن المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة غير قانونية، وهي قضاء استثنائي لا يجيزه القانون اليمني، وكذلك القوانين الدولية التي تؤكد على أنه يجب أن يحاكم كل متهم بارتكاب أي جرم أمام القاضي المختص مكانيا ونوعيا. ويعود برمان في حديثه عن هذه المحكمة منذ إنشائها
هذه المحكمة كان هناك قرار من نقابة المحاميين اليمنيين في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بمقاطعة هذه المحكمة، وقاطعناها سنوات طويلة. ويضيف أن النظام السابق استخدم هذه المحكمة خلال حروب صعدة، وقام باستغلال المحكمة وحكم فيها الكثير من جماعة الحوثي. يتابع المحامي: اليوم انقلبت الأمور على المعادلة، وعلى الموازيين انقلبت جماعة الحوثي على السلطة، واستخدمت هذه المحكمة التي كانت تطالب بإلغائها في عملية الانتقام السياسي لخصومها. بعد فاصل قصير سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد لنطالع أبرز الأخبار الواردة في المواقع والصحف العربية والعالمية، والتي نبدأها من البي بي سي، حيث نفى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كما أورد الموقع أن تكون جهود هزيمة المتمردين الحوثيين قد وصلت إلى طريق مسدود، قائلا أنه لم يندم على الاستعانة بالتحالف بقيادة السعودية للتدخل عسكريا في اليمن. قال هادي في لقاء مع البي بي سي من مدينة عدن أن عملية عاصفة الحزم للتحالف بقيادة السعودية من أنجح القرارات التي تم اتخاذها في العالم العربي، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته بأن العمليات العسكرية استغرقت فترة أطول من المتوقع. وأضاف هادي: لم أندم على قرار الاستعانة بالتحالف على الإطلاق، وإلا لما كنا قد حررنا أجزاء من البلاد من عدن إلى المهرة، ولولا دعم التحالف لكانت هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين الآن. وشدد على أنه لولا تدخل التحالف لكانت هناك حرب أهلية في اليمن أطول من الحرب الأهلية في الصومال، والمستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن. العربي الجديد تحدثت عن قضية ليست جديدة، ولكنها تحولت مؤخرا لقضية رأي عام، بعد أن كان الطفل رياض الزهراوي قد تمكن من الدفاع عن نفسه وقتل رجلا حاول اغتصابه، تبين أنه قاتل ومن أصحاب السوابق لكنه فار من وجه العدالة. وأدى الضغط الشعبي المناصر للطفل إلى تحرك قوات الأمن لتأمين الحماية للطفل وأسرته بعد تعرضهما لهجمات مسلحين تابعين للمعتدي. وتعرض الزهراوي مساء يوم 14 يوليو في حي عمار بن ياسر وسط مدينة تعز لمحاولة اعتداء أثناء خروجه لشراء بعض الحاجيات من بقالة جوار منزله، إذ أقدم خالد عباد على استدراجه بقوة السلاح وحاول اغتصابه، غير أن الطفل نجح بالاستحواذ على سلاح الكلاشينكوف الخاص بالمعتدي وأفرغ عددا من الطلقات في جسده دفاعا عن النفس، فأرده قتيلا قبل أن يعود إلى والده ويخبره بالحادثة. ودفع التفاعل الشعبي مع الطفل وما أقدم عليه للدفاع عن نفسه، مسلحين يتبعون القتيل خالد عباد لمهاجمة منزل الطفل رياض والاشتباك مع أهالي الحارة الذين دافعوا عن منزل الطفل، وسقط في المواجهات قتلى بينهم الشاب محمد العسالي. تتابع الصحيفة بالقول إن 5 أطقم عسكرية تابعة للأمن العام والشرطة العسكرية تحركت مؤخرا لحماية عائلة الزهراوي وإلقاء القبض على العصابة الإجرامية التابعة لعباد. الفريق الفرنسي كان من الناحية الرمزية واحدا من أجمل الدروس الثقافية للتسامح، وضربة قوية لكل أشكال العنصرية ولكبار المنظرين لها الذين يرون في من لا يشبههم عدوا ودخيلا يجب عزله وطرده، لأنه في أعماقهم يذكرهم بذاكرة جريحة كانوا المتسببين الأول فيها. هذه واحدة من فقرات مقال كتبه الروائي العربي وسين الأعرج وقال في أجزاء منه. عندما تجمع الفرنسيون قبل 20 سنة في مساحات الشانزليزيه كانوا يهتفون بصوت واحد: شكرا زيدان، شكرا الفريق الوطني. بعد 20 سنة وعلى مسافة يوم واحد من العيد الوطني الفرنسي، ها هم يهتفون بصوت موحد بحياة الفريق الملون الشاب نفسه، اسم واحد على الأفواه. هدف هذه الكأس الذي فاز بجائزة اللاعب الشاب من بابي من أم جزائرية، السيدة فائزة العماري لاعبة كرة اليد السابقة، ومن أب ويلفريد من بابي لوتان كاميروني لاعب كرة قدم
ومدرب للأطفال أقل من 15 سنة في الجمعية الرياضية لبوندي. وبوندي من الضواحي الباريسية التي ينظر لها دوماً بعين سلبية بسبب العنف والضياع، وهي طبعاً صفات ليست دائماً صحيحة، إذ لا يحكمها سوى التصور المسبق عن الضواحي التي أهملت زمناً طويلاً حتى تحولت صورتها من منتجعات عمالية إلى أماكن للمخدرات والجريمة المنظمة. انتصرت فرنسا بكأس العالم، لكن الذي انتصر أكثر هي فرنسا المتعددة ثقافياً وفكرياً وحضارياً، فرنسا الملونة والجميلة والمتسامحة مع تاريخها، التي وضعت كل الأطروحات العنصرية ولو لزمن في الركن وتتأملها كقش ميت. أجمل درس لهذه الكأس أنها خرجت من منطق هتلر، الذي عندما رأى جيسي أونز حفيد أحد العبيد السود يفوز كبطل في السباقات الأربعة في ألعاب 1936 الأولمبية، لم يتحمل وغادر المنصة الشرفية، تاركاً وراءه جثة الجنس الآري الذي لا يهزم التي ارتكزت عليها النازية. الرياضة تهز اليقينيات المريضة على الملأ ولا يمكن تفاديها، وتظهر أن البشر كيان واحد ولا يوجد عنصر آخر سوى العنصر البشري، وما عداه تفرعات صغيرة في الجنس البشري. وجميل أن يناقش البرلمان الفرنسي فكرة محو كلمة الجنس من الدستور. البشرية المتعددة، ولهذا الحديث عن العرق الصافي ليس في النهاية إلا تنويع على النظرية النازية. في أخبارنا المنوعة اليوم، أعلنته شركة رولز رويس البريطانية لصناعة المحركات أنها تعمل على مشروع تاكسي طائر يتوقع أن يطرح للاستخدام التجاري بحلول العام 2020. الشركة تعمل لإطلاق تاكسي طائر، ونشر موقع إخباري أن المركبة الطائرة التي وضعت الشركة مخططاتها يمكن لجناحيها الدوران بزاوية 90 درجة، ما يجعلها قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا. وتتوقع الشركة أن يسهم التاكسي الطائر في حل مشكلة الازدحام المروري في المدن الكبيرة، وستبلغ سرعة التاكسي الطائر حوالي 402 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق في رحلات يبلغ طولها 800 كيلومتر في المرة الواحدة. ويستطيع التاكسي الطائر حمل 4 أو 5 أشخاص، وستعمل توربينات المحرك بقوة 500 كيلووات. وكانت شركة أوبر أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على مشروع تاكسي طائر. العثور على أقدم خبز في العالم في موقع تاريخي بالأردن، كما تقول صحيفة البيان، فقد قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام في موقع حجري شمال شرق الأردن، مفاجأة سارة للباحثين، وهي أن الناس بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة. ويظهر الاكتشاف أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا في السابق، وقبل ما يزيد عن 4000 عام من ترسيخ الزراعة كنشاط بشري. وصنع الخبز المسطح غير المخمر على الأرجح، ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البرد المائي التي جرى طحنها. ذلك الخبز صنع إبان حضارة تعرف بالحضارة النطفية، والتي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري بالصحراء السوداء. من صحيفة الجارديان البريطانية اخترنا لكم مجموعة صور متنوعة وآسرة لجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع.
نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير في هذا اليوم وقد نشرت في عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نلقاكم غدا بإذن الله، في أمان الله.